العراق أو إذا كان لبنان مسقط رأسي، فالعراق بات مسقط قلبي. وهذه الحقيقة. شكرا جزيلا على حسن الضيافة. شكرا جزيلا، أنا بين أهلي وأخواني. جائزة الرمز واللي هي لشهيدة، في ناس تستحقها، أنا قبلتها وهيدي عراسي، ولكن في أمهات الشهداء يستحقون إنه بدوري قل لهم هيدي إلكم. فشكرا كثير إلكم، رحم الله كل الشهداء من أمنيين ومدنيين وأعلاميين.